resubstructed them. As we substituted them over, we have two boys, they are located at the North Pole. And we have the four boys, they have the North Poles and the others are in the mid plane. The equilibrium response configuration for the differential algebraic systems starting from a set of random initial points. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا اسمي بسمة عنتيلي، عندي درجه البروفيسور شيب في الرياضيات، خريج جامعه في تكساس الولايات المتحده الامريكيه. عملت من عام 1984 حتى الان 4 سنوات في البحرين، ثم انتقلت الى جامعه البترول معدن في المنطقة الشرقية في السعودية، وثم اشتغلت في عملت في جامعة الإمارات العربية وجامعة الشارقة حديثا. قدمت مدة 7 سنوات كعميد لدراسات عليا البحث العلمي وكرئاسة قسم أيضا، والآن أستاذ متفرغ في قسم الرياضيات في جامعة الشارقة. نعم، أولا طبعا البحوث العلمية اللي التطبيقية اللي في مجلات علمية عالمية وهي تفوق 70 بحث والحمد لله، ثم لدي كتب مؤلفة منها بالرياضيات ومنها في البحث العلمي. اللي في الرياضيات في كتاب في المعادلات التفاضلية يدرس في بعض الجامعات خاصة بجامعة الشارقة عندنا، وتم ترجمته إلى اللغة الفرنسية، وهو أيضا يدرس في بعض الجامعات الفرنسية وحتى الآن مستمر ولاقى نجاحا ورواجا طيبا إن شاء الله. هو في الجامعة طبعا جامعة حضوري ناشئة وتتطور، فكانوا قد يريد أن يعرض يعني برنامج ماجستير في النموذج الرياضية، وأنا لدي خبرة يعني كافية، فحاولت بالشتات أن نساعد إخواننا وزملائنا وأهلنا طبعا من أجل وضع برنامج متناسق ومتكامل، والحمد لله تم موافق عليه من قبل وزارة التعليم العالي، وهو في يعني إن شاء الله بصدر. نعم، هو أولا وقبل كل شيء المؤتمر إن شاء الله ناجح بكل مقاييس، إذا أخذت بعين الاعتبار طبعا الظروف الاحتلالية وظروف الوضع الراهن الموجودين في فلسطين. ضم مجموعة نخبة من الباحثين ومجموعة أبحاث قيمة وطيبة، وطبعا سيخرج بتوصيات، هذه التوصيات إن شاء الله تكون قابلة للتطبيق من أجل التطوير والتعديل المستقبلي، ونحن إن شاء الله لن نقصر في ذلك. مقارنة بالمؤتمرات العالمية يعني لا يختلف أبدا، هو يعني في بحوث قيمة وبحوث ذات جودة عالية وتعكس إن شاء الله المستوى الطيب الذي وصلت إليه جامعة إن شاء الله.